واليوم الموضوع ديال هذا اللقاء هو أي نموذج تنموي بالنسبة للمغرب نظرا لفشل يعني الاختيارات التي اتبعت في بلادنا منذ الاستقلال والتي أدت إلى فوارق مجالية واجتماعية ضخمة من تجليات ديالها اليوم يعني بطالة الشباب وهذا الحراك اللي كنشوفه في الريف وجرادة وغيرها واللي خصها أجوبة. الأجوبة وقفنا عليها في إطار يعني المشروع الذي نقترحه اللي هي أولا بمداخلها السياسية، لأن بلدنا إذا كانت اليوم فاشلة لأننا مازال ما بنيناش الديمقراطية الحقة، باقيين في القاعة ديال انتظار ديال الديمقراطية، باقي عندنا تعددية حزبية اللي هي سورية، وما عندناش يعني التداول السلمي على السلطة، ما عندناش تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بالمفهوم اللي كتبنى فيه يعني وكتدار فيه الانتخابات، ومازال ما عندناش يعني دستور ديمقراطي حقيقي للفصل بين السلطات حتى نتمكن من ربط كل مسؤولية بالمحاسبة. إذا المدخل ديال الإصلاحات الدستورية والسياسية كيبقى أساسي وعنده رهينيته، وما كاين حتى شي واحد اللي يمكن يقول لنا راه كاين مشكل غير في تنزيل الدستور، لا، كاين مشكل في البناء ديال الدستور اللي خصو يكون فوق الجميع واللي خصو يحمي الحقوق ديال الجميع. هذا من جهة. من جهة ثانية نحن بحاجة إلى تفكير في نموذج اقتصادي منتج بالنسبة لبلادنا، يأخذ بعين الاعتبار المؤهلات ديال البلاد، يتبنى على جهوية حقيقية، لأن المشروع ديال الجهوية سمعنا به ولكن ما تنزل شيء على أرض الواقع. وهذا المشروع الاقتصادي اللي احنا كننتظروه لبلادنا رغم الضغوطات ديال المؤسسات الماليه يمكن لنا نفكروا فيه، والمدخل ديالو بالنسبه لنا هو مدخل ديال ايقاف النزيف ديال الريع وديال الامتيازات وديال الافلات من العقاب، وخصو اصلاحات مواكبه على مستوى الاداره تكون مؤهله، على مستوى التعليم باش نعرفوا شنو هي الكفاءات اللي خاصنا لبلادنا باش نهضوا بالجهات ونهضوا بالوطن، وخصنا كذلك نفكروا في اعاده النظر في الاتفاقيات ديال التبادل الحر ولا التدبير المفوض اللي بلادنا دخلت فيه واللي هو ماشي في صالحنا، وخصنا كذلك انه بطبيعه الحال هذا النموذج الاقتصادي ياخذ بعين الاعتبار يعني التوازنات الاقتصاديه، ولكن يجب ان يخضعها للتوازنات البيئيه والاجتماعيه بالخصوص، لان اي نموذج تنموي يجب ان يكون في خدمه النمو الاجتماعي باش الناس تلقى فين تخدم، باش الناس تلقى ما تاكل ما تشرب، تلقى فضاء فين تعيش اللي هو مؤهل. ومن ضمن المداخل الاساسيه هو انه ضمن هذا النموذج التنموي اساس التنميه هو الانسان، ولهذا يجب ان نحافظ على عمومية التعليم في بلادنا، كل أسلاك ديال التعليم بما فيها التعليم الجامعي والبحث العلمي، وأنه نسعى إلى التجويد على كل مستويات. الهيئة ديال التدريس خاصها تكون ممتازة، خصنا يعني منح ديال الامتياز للطلبة ديالنا باش يديروا البحث العلمي، خاص الطلبة تكون مفتوحة أمامهم الإمكانية ديال التكوين الجيد وديال يتبعوا الدراسة اللي اختاروها هما، يعني هادشي كله باش ننجحوا في الكم والكيف، واننا نكونوا قادرين باش نوجدوا القدرات والكفاءات اللي غادي تكون غدا مؤهله باش تحل الاشكالات على المستوى العالمي. خاصنا نحافظوا على التوازنات وعلى السلم المجتمعي في بلادنا باش يبقى التماسك الاجتماعي، باش يبقى السلم في بلادنا، وخاصنا هادشي كله ناسوا ليه بثوره ثقافيه تنويريه، لانه في كل المدن اليوم احنا كنتواجدوا في صفرو، خاص يكون مسارح، خاص تكون دور ديال الشباب واللي تكون مجهزه، خاص يكون اماكن فين يلعبوا الدراري الرياضه بكل الرياضات اللي كيختاروها هما، باش يمكن لنا نطوروا الانسان على كل مناحي، ماشي غير فقط البدنيه ولكن كذلك الذهنيه، والمدرسه كتكون هي من الاليات الاساسيه وماشي هي الاليه الوحيده. خاصنا كذلك نفكروا اش من قيم خاص هذه المدرسه تدوز، اش من قيم خاصنا نتقاسموها في هذا المجتمع باش نخرجوا من واحد المجتمع اللي هو متخلف تابع الى مجتمع اللي هو متقدم كيامن بالعلم والمعرفه وكيعتمد على تحرر الانسان. يعني وهذا النموذج كذلك ما يمكنلوش يغفل القضيه ديال البيئه اللي هي خاصها تكون قضيه افقيه كتخترق كل السياسات ديال البلاد، باش نكونوا محترمون بالنسبه حتى الاجيال المقبله اللي خاصنا نحافظوا لها على الثروات الطبيعيه، واننا ما نخليوش المدن والقرى ديالنا تشوه بالبناء العشوائي، لانه عندنا على راس الجماعات والجهات نخب فاسده غير مؤهله غير كفؤه اللي كتهدر المال العمومي وكتشوه المدن. ولهذا هنا دعوه، هذا النموذج ما غيديرش بوحدو، غيديروا النخب المثقفه النزيهه وغيديروه الشباب المتطلع الى التغيير اللي خصو ينخرط واللي خصو يكون مدافع على القريه ديالو على المدينه ديالو، وانه يشارك في الانتخابات، وانه الى ما عجبتوش الاحزاب الجاده اللي كاينه انا كنقول له ما يتبعش الاحزاب الغير مستقله
المصنوعه ولا الكذابه، الا ما قدرش يخلق حتى الحزب ديالو ديال اللي يكون ديمقراطي ويكون فيه يعني واحد المشروع اللي بافق تنموي، افق اللي ينتشل هذه البلاد من التخلف ومن التبعيه ومن كل ما يترصدها، لا من ضغوطات ديال المؤسسات الماليه ولا من حركات تكفيريه يعني اصوليه التي يعني تهدد سلم وامن وطننا. وهذا المشروع ممكن لاننا تاخرنا كثيرا في تطبيقه، وهو بحاجه الى تعاقد حقيقي، وهو بحاجة إلى إحداث قطائع، وهذا هو اللي خصنا باش يمكن لنا أننا ندخلوا في التغيير الديمقراطي الشامل الذي أساسه تنمية الوعي لدى المواطنات والمواطنين من أجل انخراط واعي يؤدي إلى التغيير الذي طال انتظاره. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.